اسمع اي صوت. تفضل حشر. اهم شيء عيال ما يطقون من المطبخ. انسى. عشان ما يطقون بس. اذا انت مقروشينك الشباب. لا مو مقروشيني. شباب ممكن صوت بعد اذنك؟ يعني اخويكم يبغى يغني بعد اذنكم. اي بغني اشيكم. تفضل. طيب بشتغل الشيء. ايه عشان اطلع حشر. حتى هتقف اذنك شكومه. انت لا تتهمني بشيء يا سيف. شيك يا سيف تضحك علي يا سيف الله يسامحك. بدك انا مذوق شعري بدك اعطيك شعري. اعطني بيتين كذا. اه صرت حطمته خلاص. حطموك. يقول ولا كان صوتك جميل؟ والله؟ اي حطموك. انت لا تتهمني بشيء وانا بريء. والله لا اتهمك بان صوتك غير جيد. والله انا اللي اتهمك. هذا الكلام منك. انا اللي اتهمك، والله ما يكمل. والله ما يكمل. يقول ابد مريت بيتك ما لقيتك في المكان هناك. وتركت دموع عيني في طرف بيتك وداعية. تعال وادعك واعطيه قلب مقواه فرقاك دخيلك لا رجعت من السفر ردها الراعية. شكلك بالطيحية. ها؟ لا تطيحني. لا مرجعك. سعيد فيك وسعيد في تواجدك. يا رب عبد الله الجبيني كل يوم عندنا. سعيد في تواجدك على فكرة. صار كذي طيب. من الناس اللي يضفي للبرنامج روح عالية صراحة وجميلة. الله يطول عمرك. أنت مرتاح يا حشر؟ إذا شفت عيونك ارتحت. الله يطول عمرك. صار كذي. انت حاب تقرك صراحه. هذا عمرك هذا تبع من؟ تبع حشر؟ اي تبع شنار؟ لا تدقق. لا اشوف الكتاب اشارك. هذا امانه من سالم. من سالم جديه؟ ما قلت باسمك خلاص. الله يعطيك العافيه شكرا. امانه من سالم جديه؟ ايه. هذا سالم جديه يقول معك امانه لين ترد. طيب ليش ما يحطه جنبه؟ والله اعطيني ولا يطلع بعدين يقول والله انا سرق كتابي. انا اخذ من هذه الكلمه ما. طيب كل التوفيق لك يا حشر. وين بتروح؟ والله انا بيني وبينك انا استلم راتب عشان اقدم فقره المطبخ. فودي ارجع عشان احلل راتبي. اوف عندي فقره. كم باقي من وقتك كنترول؟ كم؟ اوه السماعه معليش يا شباب اسف. كم؟ كم؟ 29 عام ضاعت وسط الزحام ليلي ونهاري.